قادرون باختلاف، مبادرة ومنهج تسير الدولة على خطى، وشراكة مع ظهور أبناء الوطن بدأت منذ عدة سنوات وأصبحت تقليدا سنويا ينير مستقبل البلاد. ومن هذا المنطلق جاءت النسخة الخامسة من احتفالية قادرون باختلاف بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، حاملة كعادتها باقة من الامتيازات تمنحها مصر لأبنائها من ذوي الهمم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باستمرار العمل على برامجها لدعم ذوي الهمم، مشيرا إلى تخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف كتمويل إضافي. جاءت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الخامسة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية. فقد وجهت الحكومة باستمرار العمل على برامجها لدعم ذوي الهمم والبناء على النجاحات التي تحققت على مدار الأعوام السابقة، وعلى رأسها زيادة المنشآت المخصصة لخدمات ذوي الهمم والاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والدعم النقدي واستمرار عمليات توظيفهم في الجهات الحكومية بما في ذلك الوظائف القيادية، فضلاً عن صدور القانون الخاص بدعم الصندوق قادرون باختلاف اللي احنا حطينا دلوقتي فيه الرقم اللي اول دولة رئيس قال لنا عليه اللي هم 10 مليار ان شاء الله. وفي معرض حديثه عن زيادة تمويل صندوق قادرون باختلاف، أعلن السيد الرئيس أن مصر قد تلقت جزءا من أموال صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة. وأشار الرئيس السيسي إلى تطلعه إلى أن تتمكن الحكومة الإماراتية من إقامة مدينة عالمية برأس الحكمة. لكن اللي أنا عايز أقوله باختصار هو أن البيانات اللي اتقالت من الدكتور مصطفى يمكن يتبقى بس أن احنا نقول إيه، وصل كذا وصل كذا وصل كذا، وعشان كده أنا بدأت بالكلام عشان تبقى الأمور واضحة. يعني الأرقام اللي احنا أعلنت دي فعلا بالفعل وصلت امبارح، والنهاردة دخل جزء منها البنك المركزي، ويوم الجمعة فيه زيه، وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى. وهنا لازم أوجه الشكر لأشقائنا في الإمارات وعلى رأسهم أخويا فخامة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، لأن هو ده. أنا عايز أقول لكم مش سهل أبداً أن حد يحط 35 مليار دولار في شهرين، ما فيش في العالم كده. شدد الرئيس السيسي على حرص مصر على التخفيف عن أشقائنا في قطاع غزة في ظل الأزمة الراهنة. وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر حرصت منذ اليوم الأول للعدوان على غزة أن يكون معبر رفح منفذا لدخول المساعدات. لأن خلال الأربع شهور اللي فاتوا ولا أكتر اتقال كلام بعضه مش دقيق. إحنا أبدا مصر، طب أنا قلت الكلام ده قبل كده والحكومة بتقوله كتير والوزير الخارجية بيقوله كتير، لكن أحياناً التكرار بيبقى مهم لتأكيد الرسالة. مصر أبداً أبداً لم تغلق القطاع، ولكن آسف المنفذ يعني، ولكن إحنا عشان نعمل حاجة في أوضاع اللي زي كده فيها اقتتال لازم نخلي بالنا إن ما حصلش مشكلة وإحنا بنعمل الإجراء، لكن وإحنا كمان بنحبكم كلكم. فأنا بس حبيت أشير للنقطة ديت، وإحنا إن شاء الله خلال يا رب الأيام اللي جاية البسيطة ديت نصل إلى وقف إطلاق النار وتبتدي إغاثة حقيقية لأهلنا في القطاع في المجالات المختلفة. فكان لابد إن أنا أقول الكلمتين الصغيرين دول، وأيضاً أكد إن إحنا مستمرين وهنستمر في الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية حتى نصل إن شاء الله إلى دولة فلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية إن شاء الله.
أعرب الرئيس السيسي عن تقديره الكبير لأسر ذوي الهمم الذين آمنوا بقدرات أبنائهم. وشدد الرئيس السيسي على اعتزازه بما يحققه ذوي الهمم من نجاحات باهرة في العلوم والأداب والفنون والرياضة وغيرها. واسمحوا لي أن أؤكد في هذا الصدد اعتزازي الشديد بما تحققونه من نجاحات باهرة تثبت مجدداً أصالة المعدن المصري وقدرته على تحدي الصعاب أياً كانت وأجاد الفرص من بين التحديات والمنح والمنح من قلب المحن وإننا جميعاً على دراية بالنماذج المضيئة لمصريين عظام صنعوا بعزيمتهم الصلبة التقدم والفخر لبلادهم في العلوم والآداب والفنون والرياضة وغيرها. كما لا يفوتني أن أعرب عن تقدير العظيم لأسر وعائلات أبنائنا من ذوي الهمم الذين آمنوا بما لديهم من ثروة غالية وبذلوا من حياتهم وطاقاتهم الكثير ثقة في أن أبنائهم قادرون على إحداث الفارق لهذا الوطن الذي لن ينهض إلا بسواعد أبنائه وقدرتهم كل السواعد وكل القدرات. أكد الرئيس السيسي شعوره الدائم بالفخر لاستمرار احتفالية قادرون باختلاف كلقاء سنوي أصبح تقليدا مهما وعلامة سنوية بارزة تؤكد استمرار التزام مصر برعاية أبنائها وبناتها. وأشار الرئيس السيسي إلى أن قوة مصر تتمثل في ثروتها البشرية وعلى رأسها ذوي الهمم. وأكد شعوري الدائم بالفخر والامتنان لاستمرار لقائنا السنوي الذي أصبح تقليداً مهماً وعلامة سنوية باردة تؤكد استمرار التزام مصر برعاية أبنائها وبناتها وإتاحة المجال أمامهم للتقدم والازدهار إيماناً بأن ثروة هذا البلد الأساسية تتمثل في مواردها البشرية وعلى رأسهم أبناؤنا من ذوي الهمم. We'll be right back.
كان الرئيس السيسي قد حرص خلال احتفالية قادرون باختلاف على التوسط في صورة تذكارية مع أبطال ذوي الهمم في دورة الألعاب العالمية بفرنسا. وقد حصل هؤلاء الأبطال على 27 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية على مستوى الألعاب في دورة الألعاب لذوي الإعاقة التي عقدت في مدينة فيشي بفرنسا العام الماضي. وفي نهاية الاحتفالية توسط الرئيس السيسي صورة تذكارية مع شباب وأطفال قادرون باختلاف. حياتي اتغيرت من النسخة الأولى لاحتفالية قادرون باختلاف سنة 2018 لما حضرتك قررت إنه يبقى عام الإعاقة. كل المستشفى بتقول لأبويا رجلي بدها تنبتل. أمي قالت لهم لا تبطروش رجله، أعطوه فرصة عشان إيش؟ يبطل رجله وقبل ما تطلع لنا محاولة على مصر يا على البلاد تانية. نفسي أحضن الرئيس وأبوسه. الحمد لله على السلامة. سلمة. أنت وكل كل اللي اتصاب وكل اتأذى يعني، والشهداء عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قادر يعمل المستحيل كله. اسمح لك أسلم عليك. أولت الدولة اهتماما كبيرا ودعما غير مسبوق بقادرون باختلاف. فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها زيادة الدعم والرعاية لهم، مثل التوسع في توفير كود الإتاحة الهندسي لذوي الاحتياجات الخاصة. أعلن استجابتي لدعوة شباب مصر بإعلان العام 2018 عاما اهتمام كبير ودعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي للقادرين باختلاف منذ توليه الحكم، ولعل احتفاليات قادرون باختلاف كانت خير شاهدة على ذلك، حيث لم تخلو أبدا من القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي لتحسين حياة هذه الفئة من المجتمع. تعالوا جنبي هنا. تعالوا جنبي. ففي نسخة عام 2018 من الاحتفالية أعلن الرئيس السيسي تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح القادرون باختلاف، لتضاف إلى 20 مليون جنيه أخرى خصصتها وزارة الأوقاف لصالح صندوق ذوي الاحتياجات الخاصة والتابع لوزارة التضامن الاجتماعي. كما وجه الرئيس الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها توفير مزيد من الدعم والرعاية لهم، مثل التوسع في توفير كود الإتاحة الهندسي لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، مع زيادة المشاركات الدولية لهم في الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية، ومساواة الحاصلين منهم على ميداليات أولمبية وعالمية وقارية على المستوى الدولي بالأسوياء في الجوائز المالية المقدمة لهم. كما وجه الحكومة بإعداد بيان إحصائي شامل عن ذوي الاحتياجات الخاصة يتضمن أعدادهم الفعلية ونوع الإعاقة ومجالات تفوقهم وأهم احتياجاتهم من الدولة. وفي نسخة عام 2019 طالب الرئيس السيسي الحكومة بترسيخ وتعزيز المزيد من الإجراءات التنفيذية في إطار تمكين القادرين باختلاف وتعزيز مشاركتهم المجتمعية وضمانا لحقوقهم وتفوقهم في شتى المجالات. ومن ضمن هذه الإجراءات ضرورة وضع برنامج تدريبي لذوي القدرات الخاصة لتخريج دفعات متتالية لديها من الإمكانيات والقدرات والمهارات ما يؤهلها للالتحاق والحصول على فرص عمل حقيقية بجميع قطاعات الدولة. كما طالب الرئيس السيسي كذلك جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بالعمل على مكافحة ظاهرة التنمر. أما في نسخة العام 2021 كانت شاهدة على العديد من الإجراءات المميزة والفارقة التي أصدرها الرئيس السيسي، مثل تضمين المشروعات المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة في جميع المحافظات لكافة المتطلبات الخاصة بذوي الهمم.
وبجانب التوسع في مجالات تدريب وتأهيل المعلمين بآليات ومهارات وأسس الطرق الحديثة في التعامل والتواصل مع القادرين باختلاف، وقيام قطاعات الإنتاج الفني والثقافي بإنتاج العديد من الأعمال الدرامية والثقافية التي تستهدف إبراز قدراتهم وإبداعاتهم وإسهاماتهم في بناء الجمهورية الجديدة، وكذلك قيام كافة الهيئات الشبابية والرياضية بتوفير برامج وأنشطة مخصصة لذوي الهمم تستهدف رفع لياقتهم البدنية وصقل مهاراتهم الرياضية. وفي نسخة 2022 أعلن الرئيس السيسي كعادته في هذه المناسبة مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي وجهها لمؤسسات الدولة المختلفة، كان من بينها تكليف وزارة التضامن الاجتماعي لتيسير إصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم ضمانا لحصولهم على كافة الحقوق والخدمات، ودراسة صرف معاش الوالد للمرأة من ذات الهمم المتزوجة أسوة بباقي الأشخاص ذوي الهمم. بالإضافة إلى ذلك تم تكليف وزارة الشباب والرياضة بدراسة عمل عضويات وإتاحة الاستخدام لأبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم لكافة مراكز الشباب ومراكز الابتكار الشبابي والتعلم والمدن الشبابية، والتنسيق مع الأندية الرياضية من أجل ضمان إتاحة الممارسة الرياضية لهم. كما تم تكليف وزارة الإسكان بمراعاة الاحتياجات الخاصة بذوي الهمم فيما يتعلق بمشروعات الإسكان، يتم تحديد نسبة لهم ضمن الأولويات التي يتم تخصيصها ووفقا للضوابط الخاصة بالمشروعات المطروحة. وبجانب تكليف وزارة الصحة بإتاحة مختلف الخدمات الصحية المتكاملة لذوي الهمم في جميع الهيئات العلاجية في مختلف المحافظات، وتكليف وزارة النقل بمراعاة تضمين المشروعات الوطنية التي يتم تنفيذها بأكواد الإتاحة ولكافة المتطلبات والاحتياجات المجتمعية الخاصة بذوي الهمم. هي إذن توجيهات رئاسية دائمة لجميع الجهات المعنية بالدولة للعمل على وضع المزيد من البرامج والخطط تستهدف تمكين ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع وتوفير الحياة الكريمة لهم لضمان حصولهم على كافة حقوقهم. وللمزيد تنضم إلينا هاتفيا المهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية. أهلا بحضرتك، ويعني عايز أقول كل سنة وانتم طيبين، كل عام نحتفل معا بقادرون باختلاف. أيوة يا فندم. أيوة مهندسة أمل، سمعاني حضرتك؟ مع حضرتك، اتفضلي يا فندم. مهندسة أمل، يعني 5 سنوات من الاهتمام الكبير الذي تليه الدولة المصرية لقادرون باختلاف، يعني ما دلالة ذلك بالنسبة للرياضيين وذوي الهمم والقادرين باختلاف؟ هي الحقيقة دلالته مش للرياضيين بس، هي دلالته لأي قادر باختلاف في بلدنا. فدلالته إنه كل قادر باختلاف دلوقتي بيحس إن الدولة ورئيس الدولة والحكومة وشعب مصر كله في ظهره، وإن هم بقى ليهم حقوق وليهم يوم وليهم يوم بيعبروا فيه وليهم يوم بليهم مطالب، ومن غير ما يطلبوا رئيس الدولة بيرد عليهم. صحيح. كمان كل سنة بيستجيب. بيبقى في مكتسبات جديدة، ما المكتسبات هذا العام؟
مكتسبات العام السنه دي ال10 مليار اللي اتحطوا في صندوق قادرون. الرئيس الحقيقه قال كذا توصيه بس انا للاسف يعني ما لحقتش لانه كان في دوشه في الصاله كله عايز يطلع يتصور مع الرئيس، كنت بحاول يعني اهدي الناس فما لحقتش يعني اسمع كل التوصيات، بس كان في كذا توصيه من فخامه الرئيس يعني قالها النهارده لازم ارجع للكلمه واشوفها، لكن اهمها موضوع تغذيه الصندوق قادرون ب10 مليار جنيه. طبعا ده رقم كبير جدا يضاف الى الصندوق، يعني برايك كيف يمكن الاستفاده منه؟ اهم الطموحات مثلا للاتحاد المصري للرياضات للاستفاده من مكتسبات هذا العام؟ بصي يعني اهم يعني هو هيبقى صندوق ذوي الاعاقه هيخبطوا عليه لمطالب كثيره صحيه تعليميه كده، والقائمين على الصندوق هيشوفوا ايه المناسب اللي يتصرف فيه يبقى الاهم فالمهم، فسواء بقى في المجال الرياضي، انا عارفه ان الصندوق بيشمل كل المجالات صحي رياضي تعليمي اجتماعي تكافل ونقد عين يعني مساعدات عينيه ومساعدات نقديه، فاكيد كل ده هيتم يعني وضع خطه استراتيجيه لكيفيه انه الصندوق يشتغل مع القادرون باختلاف من القائمين عليه. يعني اخيرا في نقطه مهمه قوي، مساله كود الاتاحه الهندسيه اللي اوصى بيه السيد الرئيس انه يكون في كل المنشات الرياضيه، يعني كيف يتم متابعه هذه التوصيه لتنفذ بالفعل في جميع المنشات الرياضيه في مصر؟ بصي يعني اعتقد ان الرئيس لما قال كود الاتاحه في جميع المنشات وليس الرياضيه، لان انا النهارده لما اروح بنك محتاجه الاقي في كود اتاحه لو انا على كرسي، بالتاكيد لو انا رايحه وزاره محتاجه الاقي كود اتاحه ما اطلعش سلالم ما, ما 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 اركب اسانسير الاقي لو انا من اللي بيصم والاعاقات السمعيه الاقي حد بيعرف ده اتاحه على فكره مش الاتاحه بس الكود الارض، فانا محتاجه كود الاتاحه يبقى موجود في كل منشات مصر كل ما نقدر، مش يعني خلينا نقول الجديد نعمله والقديم ناخده على خطط. يعني ان شاء الله كل التوفيق باذن الله وان شاء الله يعني مزيد من المكتسبات لقادرون باختلاف. نشكر المهندسه امل مبده رئيس الاتحاد الرياضي المصري للاعاقات الذهنيه. تولي الدولة اهتماما كبيرا بذوي الهمم لتمكينهم من المشاركة بفعالية مع باقي أفراد المجتمع باعتبارهم شريكا أساسيا في الوطن. الزميل رجائي رمزي يطلعنا على عرض معلوماتي على أبرز جهود الدولة لدعم وتمكين ذوي الهمم. أهلا بكم. دعم رئاسي متواصل لتعزيز وحماية حقوق قادرون باختلاف ليزيد من اندماج ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة الأنشطة الحياتية والمجتمعية بعد أن عانوا من التهميش في العقود السابقة. إذن الدولة تولي ملف حقوق قادرون باختلاف أهمية بالغة، تجلى ذلك في العام 2016 مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة دمج تمكين مشاركة بهدف تطويع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الخدمات التعليمية والصحية لهم بسهولة والمساهمة في زيادة قدرتهم على الدخول إلى سوق العمل. ومع استمرار الدعم الرئاسي لقادرون باختلاف، خصص الرئيس السيسي العام 2018 ليكون عام ذوي الهمم، مما أدى إلى تقديم كافة أجهزة الدولة عددا كبيرا من الإجراءات والآليات لدعم الأشخاص ذوي الهمم، فضلا عن الآلاف من الوظائف المناسبة لتوفير حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الهمم. ويعد قانون حقوق الأشخاص قادرون باختلاف واحدة من القوانين المهمة التي حرصت القيادة السياسية من خلالها على توفير مظلة تشريعية للحماية الاجتماعية لهم. بالفعل صدر القانون في العام 2018، وفي العام 2019 تم إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بقرار الرئيس السيسي رقم 11 لسنة 2019 الذي يهدف لتعزيز وتنمية وحماية حقوق قادرون باختلاف. في العام 2020 صادق الرئيس السيسي على قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف للمساهمة
في تقديم الحماية والرعاية للأشخاص ذوي الهمم، وإيمانا بحقهم الدستوري حرصت الدولة على توفير تسهيلات جديدة لقادرون باختلاف، وذلك للمشاركة في الانتخابات الرئاسية من حيث الإتاحة المكانية والبيئية لتيسير العملية الانتخابية. وفي آخر 2021 أعلن الرئيس السيسي حزمة من الإجراءات التنفيذية الموجهة خصيصا لقادرون باختلاف، من بينها تضمين المشروعات المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة في جميع المحافظات بجميع المتطلبات المجتمعية الثقافية التنموية الخاصة بهم. ولا يكاد يمر عام دون خطوة مهمة في طريق اهتمام الدولة بملف قادرون باختلاف، فقد أصدرت الحكومة مبادرة هنوصل لك لاستخراج 1,000,000 بطاقة خدمات متكاملة لهم. حققت الدولة انتصارات عديدة لصالحهم، والتي تنوعت ما بين تشريعات ومبادرات رئاسية وحكومية في سبيل دعمهم. وهكذا تمضي الدولة وبجدية في مسيرة الجهود الهادفة لمعاملة قادرون باختلاف بكرامة واحترام، وضمان تمتعهم بجميع حقوق الإنسان والحريات دون تمييز. شكرا لكم. استمرارا لجهود الدولة المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق، نفذ عدد من طائرات النقل العسكرية التابعة للقوات الجوية المصرية بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة العاجلة بالمناطق المتضررة بشمال قطاع غزة. وقد تضمنت المساعدات المقدمة من مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا كميات كبيرة من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من آثار الأزمة الحادة الناجمة عن استمرار العمليات العسكرية بالقطاع. استمرارا لجهود الدولة المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق، نفذت عدد من طائرات النقل العسكرية التابعة للقوات الجوية المصرية بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة العاجلة بالمناطق المتضررة بشمال قطاع غزة. وقد تضمنت المساعدات المقدمة من مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا كميات كبيرة من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من آثار الأزمة الحادة الناجمة عن استمرار العمليات العسكرية بالقطاع. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار فتح معبر رفح البري لدخول المساعدات إلى الأشقاء بقطاع غزة، والمساعي المصرية الجادة على كافة الأصعدة من أجل ضمان استمرار تدفقها بصورة كافية ومستدامة والوصول إلى تسوية عادلة للأزمة الراهنة. وفي السياق ذاته أشادت جامعة الدول العربية بعملية الإنزال الجوي المشتركة للمساعدات فوق غزة. وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، قال إن عملية الإنزال الجوي المشتركة للمساعدات فوق غزة والتي نفذتها القوات الجوية لمصر والأردن والإمارات وقطر تمثل اختراقا مهما ومقدرا من أجل تخفيف معاناة أهلنا في قطاع غزة. ناشد أبو الغيط الدول العربية مواصلة هذه العمليات لمواجهة سياسة التجويع والحصار التي يفرضها الاحتلال. هذا وقد أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أكد رفض مخطط تهجير الفلسطينيين، وقال إن معالجة الكارثة الإنسانية التي
تتسبب فيها العدوان الإسرائيلي لا يمكن أن تتم بمعزل عن تسوية تحمل أفقا سياسيا. جاء ذلك خلال تسلم أبو الغيط رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سلمها مندوب دولة فلسطين لدى الجامعة مهند العقلوك. تضمنت الرسالة رفضا فلسطينيا قاطعا لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي من مبادئ لما يسمى باليوم التالي للحرب، وتحذيرا من خطورة ما جاء في هذه المبادئ، لا سيما لهجة إنكار وجود الشعب الفلسطيني والإصرار على فرض السيادة الإسرائيلية على كامل الأراضي الممتدة من البحر المتوسط إلى نهر الأردن. كما حذرت الرسالة من أن هدف الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ليس فقط تقويض فرص السلام على أساس حل الدولتين، وإنما تكثيف حملات التطهير العرقي وتهجير الفلسطينيين، وأن السلطة الفلسطينية على استعداد للقيام بما يلزم من أجل تولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. غزة تدمر، ما تقلش حاجة. أعلنت السلطات الصحية في غزة استشهاد 29,954 فلسطينيا وإصابة 70,325 آخرين جراء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على أنحاء قطاع غزة، هذا وأفادت مصادر طبية باستشهاد وإصابة العشرات جراء الغارات والقصف المدفعي المتواصل على المنازل والمربعات السكنية في القطاع المحاصر. حذرت الأمم المتحدة من مجاعة واسعة النطاق تهدد 2,200,000 شخص يشكلون الغالبية العظمى من سكان القطاع الفلسطيني المحاصر في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة. ويؤكد النازحون أنهم يعانون ظروفا صعبة مع عدم توفر الطعام والاحتياجات الأساسية. بنصف دور على المية، بنصف دور على الخبز، بنصف دور على أي حاجة. بديك بعشرة شيكل، طب العشرة شيكل إيش ده تسوي؟ طب أنا عندي تنتين بمبز، عارف إيش يعني تنتين بمبز؟ كل يوم الوحدة فيهم بدها من 30-40 شيكل بمبز. ادخلوا رفع على وسهل، إيش ضل؟ يعني زي ما أنت شايف الأمور يعني في منتهى الصعوبة بالنسبة للطعام والغذاء والماء والدواء. أنا أبسط حاجة يعني رحت حتى الآن على تل السلطان علشان أجيب دواء، واخذت مشوار طويل جدا وماشي برضه مشوار طويل جدا، رحله البحث عن الطعام والشراب والدواء وسبل الحياه البسيطه صارت امر اصعب من الصعوبه يعني. ونسال الله طبعا ربنا يفرج كل الامور هذه ان شاء الله. يعني الامور هتبقى صعبه كثير يعني، وان شاء الله ما تكونش الامور هذه يعني تكون يعني يعم السلام والامان يعني على رفح وعلى كل مدن القطاع ان شاء الله تعالى، وربنا يجنبنا ويلات الحرب هذه كلها ان شاء الله تعالى. تتواصل الجهود المصرية بمحافظة شمال سيناء لدعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، حيث استقبل مطار العريش اليوم طائرة إيطالية تحمل عددا من المساعدات الإنسانية والغذائية، بالإضافة لاستقبال معبر رفح البري لعدد من المصابين والجرحى ومرافقيهم.
المزيد يستعرضه معنا الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. بعد التحية لازلنا نتابع معكم الجهود المصرية المبذولة في محافظة شمال سيناء لدعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية. بالحديث عن مدينة العريش وهي المحطة الأولى في تجهيز هذه المساعدات، اليوم نتابع العمل كالعادة للمخزن الاستراتيجي للهلال الأحمر وخلية المتطوعين الموجودين الذين استقبلوا اليوم عدد من الشاحنات القادمة من القاهرة، عدد من شاحنات المساعدات قاموا بتفريغها ولتجهيزها على شاحنات أخرى وفق الإجراءات المتبعة التنظيمية لإرسالها إلى معبر رفح دخولا إلى قطاع غزة، بالتوازي مع المخزن الاستراتيجي للهلال الأحمر مطار العريش الذي استقبل اليوم طائرة قادمة من إيطاليا مقدمة من هيئة الأغذية العالمي على متنها 6 أطنان من المواد الغذائية، استلمها بالفعل الهلال الأحمر المصري وقاموا بتفريغ هذه الأطنان وإرسالها أيضا إلى المخزن الاستراتيجي للهلال الأحمر. على الجانب الآخر لازال أيضا ميناء العريش يواصل المساعدات الإنسانية التي يتم تفريغها من السفينة التركية الموجودة في ميناء العريش، بالإضافة أيضا إلى أن المستشفى العائم الإماراتي لازال يستقبل أعداد من المصابين والجرحى في السفينة الموجودة في ميناء العريش. على الجانب الآخر كنا نتابع أيضا صباح هذا اليوم الحركة المتزايدة لعدد الشاحنات أمام بوابة معبر رفح ودخول 153 شاحنة إلى منفذ كرم أبو سالم ثم 12 شاحنة إلى منفذ العوجة، منها 11 شاحنة تابعة لدولة الإمارات الشقيقة، بالإضافة بالطبع إلى دخول 4 شاحنات للغاز. هذا ويواصل أيضا معبر رفح يعني استقبال المصابين والجرحى حتى هذه اللحظة أو منذ قليل خرج عدد من المصابين ربما يقدر بأكثر من 10 مصابين بالإضافة إلى المرافقين وخروج عدد أيضا من مزدوجي الجنسية ورعايا الدول الأجنبية. أيضا في كل المسارات يتم الاستمرار في تجهيز المساعدات المختلفة، وربما قرب الانتهاء من تجهيز المطبخ الدائم الذي سيكون في مدينة الشيخ زويد والذي يعني على قرب شهر رمضان سيكون هناك بعض الوجبات التي ستكون من خلال هذا المطبخ الدائم وسترسل إلى الأشقاء في قطاع غزة من خلال بالطبع يعني كل الجهات المعنية وأيضا منظمات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذين يقومون بالعمل المستمر والمتواصل جنبا إلى جنب لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. عامة الصورة تشير إلى حجم كبير من المساعدات سواء هنا في مدينة العريش أو حتى في الساحة المخصصة للشاحنات أمام معبر رفح وأيضا الشاحنات الموجودة أمام بوابة معبر رفح الدخول تباعا من خلال هذه البوابة لتقديم كل هذه المساعدات الغذائية وأيضا المستلزمات الطبية للأشقاء الفلسطينيين. هذه هي الصورة اليوم من مدينة العريش وأيضا معبر رفح البري. عودة إليكم مرة أخرى. نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مؤتمرا لدعم صوت الصحافة الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني. يأتي هذا تزامنا مع ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين. تزامنا مع ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين، نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مؤتمرا لدعم صوت الصحافة الفلسطينية ضد العدوان الصهيوني المستمر على الشعب الفلسطيني. المساندة سواء بالدعم القانوني، بالدعم المهني اللي بيحصل في النقابة، أو بإعلان الصوت للزملاء الذين دفعوا الثمن على الأرض وبشكل أو بآخر. هذه رسالة نقول لهم نحن معكم، ندرك أننا معهم بأضعف الإيمان الحقيقة، لأن كنا نريد أن نفعل ما هو أكثر من ذلك. الحقيقة أننا نتعامل في إطار القدرات وفي إطار ما نستطيع أن نفعله، ولكن كنا نتمنى أن نتجاوز ذلك لأكثر مما هو. هذه رسالة لأننا لم ننسى
أكثر من 130 شهيدا. تضمن المؤتمر شهادات حية من قلب غزة لصحفيين فلسطينيين قضوا عشرات الأيام تحت القصف الإسرائيلي، وشهادات عن مصابين فلسطينيين من صحفيين لفتح جرائم حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال. هذا ليس بعدوان طبيعي، إنما هو إجرام قميء يدخل فيه كل أصناف ومسميات ودرجات ومستويات الإجرام الممكن أن يستخدمها المرء اليوم لوصف ما يحدث في قطاع غزة من إبادة حقيقية متوحشة. استمرار سياسة الاستهداف للصحفيين الفلسطينيين من قبل آلة البطش الإسرائيلية منذ أكثر من 100 أو حوالي 150 يوما، شهدنا حالة الاستهداف المتواصلة للصحفيين الفلسطينيين وبشكل عنيف جدا. المؤتمر أدان أكبر جريمة سجلها التاريخ الحديث بحق الصحفيين، حيث استشهد عشرات الصحفيين من غزة أثناء كشفهم لجرائم الاحتلال الإسرائيلي والذي يحاول كتم صوت الحقيقة. 145 يوما من العدوان المتواصل من قبل قوات الاحتلال على قطاع غزة، تم فيهم استهداف ما يزيد عن 130 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في قطاع غزة، بما يخالف كافة المواثيق والشرائع والقوانين الدولية. ما دفع نقابات الصحفيين في الوطن العربي ونقابة الصحفيين المصرية في القاهرة إلى اتخاذ خطوات تضامنية وفتح جرائم الاحتلال التي تقوم بها في قطاع غزة. من مقر نقابة الصحفيين المصرية بالقاهرة، أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. السادسة متواصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. بإجمالي استثمارات نحو 40 مليار دولار، رئيس الوزراء يشهد توقيع 7 اتفاقيات مع مطورين عالميين لتنفيذ مشروعات خضراء. أقيمت اليوم بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية الفعالية التي أقامها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالقاهرة. تأتي الفعالية ضمن البرنامج الوطني لتعزيز الثقافة والهوية الوطنية، ذلك من خلال مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. للمزيد بينضم إلينا مباشرة من المجلس الأعلى للثقافة باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري. يعني باسم، ماذا لديك؟ تحياتي إليك من المجلس الأعلى للثقافة في دار الأوبرا المصرية، والذي عقد أو انتهى فيه منذ قليل فعاليات التي أقامت التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومجلس الشباب المصري. هذا البرنامج الذي يدعم الشباب من الجنسين الذكور والإناث، باعتبار أن شريحة الشباب تمثل نحو 60% من مجمل الشعب أو تعداد السكان في جمهورية مصر العربية. ويؤكد هذا البرنامج وما كان في مدار حوله في ندوة اليوم، يؤكد إصرار القيادة السياسية على ضرورة أن يتم تمكين الشباب ويتم المساواة الثقافية بين الشباب المصري في كافة ربوع جمهورية مصر العربية، في الأرياف وفي الحضر وفي الصعيد وفي البيئات البدوية. يجب أن تكون هناك عدالة ثقافية للجميع، لأن الرأي لا يحترم ولا يقدر ولا يكون رأيا فاعلا وفعالا في المجتمع إلا إذا كان مبنيا على ثقافة وثقافة حكيمة. ومن هنا كان التشجيد على ضرورة أن تكون هناك عدالة ثقافية في ربوع مصر ومحافظات مصر جميعا وللجميع. أيضا من ضمن ما تم التحدث عنه أيضا كما ذكرت تمكين الشباب من الجنسين، فلا وجود أو لم يعد الزمن أصلا يتحدث عن وجود فروقات بين الذكر والأنثى، لكل منهما مقام معلوم ومساواة في كافة الحقوق وكافة الواجبات، والتميز يكون من الذكور ومن الإناث متساويا. وبالتالي يجب أن يكون التعليم والثقافة والاهتمام والتمكين للإناث تماما مثل ما يكون للذكور. هذه الندوة التي تم التحدث فيها من قبل السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكان لدينا أيضا الأستاذ محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري، وبحضور وحضور
الحديث لي الدكتورة منى الحديدي رئيس اللجنة الشبابية بالمجلس الأعلى للثقافة، ويعني كان هناك تأكيدا أيضا على احترام الدولة لكل اتجاه ثقافي في كل محافظة على حدة. هذا أبرز ما جاء اليوم في هذه الندوة التي عقدت بالمجلس الأعلى للثقافة. باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك. تطلق الشركة المتحدة قريبا موسما من حلقات البودكاست التي يقدمها رائد الأعمال عمرو منسي في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتحول الرقمي، وتدعيما لمشروعها الجديد لتقديم أكبر بودكاست عربي. تأتي هذه الحلقات بعنوان من أول الصفر، وفيه يتناول قصص نجاح رواد الأعمال بشكل إنساني جذاب، يعتمد على إبراز أهم المحطات المفصلية في حياتهم. ويستعرض منسي في حلقات بودكاست العديد من التجارب العملية التي تبرز قيم الإصرار والإخلاص والرغبة الحقيقية في إثبات الذات، مؤكدا على أن هذه القيم هي التي تستطيع أن تحول هذه التجارب إلى قصة ملهمة. تأتي حلقات عمرو منسي بما له من تجارب عملية مثمرة لتقديم جرعة تحفيزية للشباب وإلهام بتجارب حياتية جديدة، جذبا جنبا إلى جنب مع عدد كبير من الإعلاميين الشباب والوجوه الجديدة الصاعدة في الفضاء الرقمي. وستشهد الأيام القليلة القادمة الإعلان عن العديد من المفاجآت في مشروع البودكاست. الآن موعدنا مع الوقفة الاقتصادية بنشرة السادسة، نتحول فيها إلى شروق، تفضلي شروق. شكرا لكما إلهام وحكمة، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع 7 اتفاقيات تعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بين 7 مطورين عالميين وعدد من الجهات الحكومية. وعلى هامش التوقيع أكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن توقيع مذكرات التفاهم يمثل خطوة جيدة للصندوق في سلسلة الشراكات الاستثمارية مع كبريات الشركات العالمية لإقامة مشروع بمجال الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تضيف مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع 7 مطورين استثمارات متوقعة للمرحلة التجريبية بحوالي 12 مليار دولار، بالإضافة إلى حوالي 29 مليار دولار للمرحلة الأولى، ليتخطى إجمالي الاستثمارات نحو 40 مليار دولار خلال 10 سنوات المقبلة. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع شهادة التسليم والتسلم الخاصة بمشروع مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية المقدم كمنحة من الصين، وذلك عقب لقائه وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية وانغ وينتاو. ويأتي المشروع تتويجا للخطابات المتبادلة الموقعة بين مصر والصين في 16 من نوفمبر 2015، والتي تضمنت اتفاق على تنفيذ مشروع مركز تجميع ومتكامل واختبار الأقمار الصناعية كمنحة من الصين، حيث تم البدء في تنفيذ المشروع في 16 من يناير 2016، وتم الانتهاء من تنفيذه في 30 من يونيو 2023. وصدق الجانبان المصري والصيني على جاهزية المشروع للتسليم، وعلى قيام الجانب الصيني بتسليم المشروع إلى الجانب المصري مع ضمان المشروع لمدة 2 عامين. تتواصل جلسة ترشيد الإنفاق الاستثماري العام ضمن جلسات الحوار الاقتصادي المنبثق عن الحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. وتناقش جلسات الحوار الاقتصادي المتواصلة لليوم الثالث على التوالي الحلول المختلفة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والوصول بالنقاشات الجارية إلى حلول تسهم في كبح جماح الظروف الاقتصادية.
في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بسبب الدعم الذي تلقته الأسعار من أنباء احتمال تمديد أوبك بلس لتخفيضات الإنتاج، وزادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 35% لتصل إلى 83.94 دولار، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 43% لتستقر الأسعار فوق 79.21 دولار للبرميل، فيما تراجعت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة 43% لتصل إلى 62.68 دولار للتر. ارتفعت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 33% لتسجل 1.86 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي صندوق الثروة السيادي في المملكة صكوكا مقومة بالدولار لأجل 7 سنوات بقيمة 2 مليار دولار، وصدرت الصكوك بعلاوة تقدر ب 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يقل عن السعر الاسترشادي الأولي البالغ 115 نقطة أساس فوق نفس السندات، بعدما تلقت طرح طلبيات شراء تزيد قيمتها عن 16 مليار دولار. انتهت جولتنا الاقتصادية، وعودة من جديد إليكما حكمة والهام. شروق عماد، شكرا جزيلا لك. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية النشرة، وإليكم أبرز العناوين. الرئيس السيسي يشهد النسخة الخامسة من احتفالية قادرون باختلاف، ويوجه بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوقهم. أبو الغيط يشيد بعمليات الإنزال الجوي المشتركة للمساعدات فوق غزة، ويتسلم رسالة من الرئيس الفلسطيني تشدد على رفض ما يسمى باليوم التالي للحرب. في اليوم 145 للعدوان على غزة، الاحتلال يواصل قصف مدن عدة بالقطاع، وحصيلة الضحايا تناهز 30,000 شهيد وتتخطى 70,000 مصاب. إذن انتهت نشرة السادسة، شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله. في أمان الله.